Normal concentration or normality. It's one of the concentrations units that one of the chemical units to express concentration. And normality is mostly used for electrolytes. This video is relevant for the first stage students of the Faculty of Pharmacy of Iraq Universities, and it is a part of the book of pharmaceutical calculation for Hansel and Howard, chapter 12. The normality, it is the ratio of the equivalents. It is used solely for the electrolytes, and it is defined as the ratio of the number of equivalents of electrolytes to the volume of solution. In this occasion, solute is solely an electrolyte, and it represents the number of equivalents of electrolytes to the volume of the solution. هذا النورماليتي النورماليه هي نسبه عدد الاكويفالنت مال الالكترولايت. عرفنا احنا شلون نطلع الاكويفالنت. الاكويفالنت يساوي لنا الويت على النمبر اوف اكويفالنت، يساوي لنا الويت على الاكويفالنت ويت، والاكويفالنت ويت هو نسبه الجرام موليكولر ويت على الفالنس. عرفنا شلون نطلع الفالنس، وعرفنا شلون نطلع الجرام موليكولر ويت مال الملح. من عندنا نطلع الاكويفالنت ويت، فايش قد عندنا وزن للملح؟ نقسم الوزن على الاكويفالنت ويت، من عندنا نطلع النمبر اوف اكويفالنت. هذه النمبر اوف اكويفالنت مال الالكترولايت، مجرد انه نقسمها على حجم المحلول حنحصل على وحده تركيزيه نسميها بالنورماليتي. اذا النورماليتي هي ريشيو اوف ذا نمبر اوف اكويفالنت اوف سوليوت، السوليوت بهاي الحاله هو الكترولايت تو ذا توتال فوليوم اوف سوليوشن، وهذه النورماليه هي فقط نستعملها الى الالكترولايت. It is used solely for electrolytes. يعني انه عندنا الاكويفالنت والنمبر اوف اكويفالنت ايضا فقط نستخدمها للالكترولايت. فالنورماليتي ان اور اكويفالنت بير لتر يساوي نمبر اوف اكويفالنت على الفوليوم باللتر. So it is the ratio of the number of equivalents of the solute to the volume of solution in liter. احنا قلنا بالمولارية هي عدد المولات على الحجم باللتر. هنا هم يعني النورمالية هي عدد الاكويفالنس مال الالكترولايت على الحجم باللتر. So the normality is the ratio of the number of equivalents of what of electrolytes to the total volume of solution in a liter. الملي نورماليتي او الملي نورمال هي الريشيو اوف ذا نمبر اوف ملي اكويفالنس اوف سوليوت، هي عدد الملي اكويفالنس مو الاكويفالنس، الملي اكويفالنس من السوليوت الى التوتال فوليوم اوف سوليوشن اولسو ان لتر. سو ذا فورمولا اوف ذا ايكويشن ويل بي ملي نورماليتي اللي هو نعبر عنها بالام ان او بالملي اكويفالنت بير لتر، هي نمبر اوف ملي اكويفالنت اوف سوليوت، عدد الملي اكويفالنت مال السوليوت على الحجم الكلي باللتر. Thank you very much for your listening.